النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا للحكاية دي لكم كل الناس، يعني هو رسول الله سبحانه وتعالى كريم. وبعدين يعني من غير ما اخش في تفاصيل مين الاسم السيدة ومين اللي بعتت الهدية أو الأكل يعني، لكن الخلاصة كلها أن هو لما لقى رد الفعل من زوجته في البيت صلى الله عليه وسلم وقدام أصحابه، وانتبهوا كلكم مش للستات أنا بتكلم، انتبهوا أنا بتكلم على الرجالة، يعني ما أنت قلت الكلام اللي في نفسك بقى، فأنا هكلم اللي في نفسي. فلما حصلت راحت يعني ستنا راحت ضربة الوعاء اللي فيه الأكل، وقع اتكسر قدام الصحابة، وحتى جه على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. طب هو قال ايه؟ أنا متصور إن أي حد مننا، وطبعاً إحنا ما نجيش حاجة خالص يعني، كان ممكن يبقى رد فعله، لكن هو قال كلمة جميلة جدا نتعلم منها، الكلمة اللي أنا في بدايتها، قال إيه؟ غارت أمكم، غارت أمكم. يعني بيقول للصحابة والناس المشاهدة الرد اللي أنتوا شفتوه ده، والتعامل اللي ممكن تكونوا مش حاسين إنه فج جدا، قال لهم غارت أمكم، يعني ده رد فعل لغيرتها، يبقى مقبول. لو الزوج بقى عارف كده و في فرح ولا في مناسبة ولا في الشغل ولا في أي حاجة، يطبطب عليه ويخلي باله، يعني يخلي باله.